إلى هذا الحديث: أي الموتين تختار الشعوب؟ الحكومات التي تظلم شعوبها قامت هذه الشعوب أو قعدت، والتي تستبيح مالها ودمها وكرامتها وتمعن في إذلالها على كل التقادير، لا تترك مجالا لها إلا أن تختار المقاومة. الحكومات التي إذا هبت شعوبها مطالبة بالإصلاح ضاعفت من ظلمها لها، واستعملت معها سياسة كسر العظم، وبالغت في التنكيل بها، وأمعنت في قهرها وإذلالها وإنزال الضربات القاسية بها، إنما تدفع هذه الشعوب لخيار الاستمرار في المقاومة والإصرار عليها. الحكومات التي تزرع اليأس من الإصلاح في نفوس شعوبها وتضعهم أمام خيارين: أن يموتوا مستسلمين أو يموتوا مقاومين، وتقول مواقفها أن ليس لهم إلا الشدة والعنف، على كل تقدير، لا تبقي ترددا عند الشعوب في الإصرار على التشبث بطلب الإصلاح ومقاومة الفساد ومكافحته. الحكومات التي تقول لشعوبها بعد طول المقاومة وكثرة البذل وضخامة التضحيات: لا شيء مما تطالبون به من الإصلاح، إنما تدفع هذه الشعوب دفعا عنيفا للمقاومة. الحكومات التي تقول لشعوبها ليس إلا المزيد من الإذلال والتهميش والإرهاب والاستبعاد والبطش والتنكيل: رغم كل ما بذلتم في سبيل حقكم وحريتكم وكرامتكم، إنما تستفز هذه الشعوب استفزازا شديدا، وتجعلها تقدم الموت على الحياة، ولو كانت تسلم لها مع الاستسلام، كيف والموت هو خيار هذه الحكومات لشعوبها على كل حال. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. ومؤلم أن كل ما يجري على الأرض في البحرين اليوم لا يؤشر إلا لاستهداف الشعب على المدى الطويل، وإرادة تركيعه إلى الأبد، وأن يقبل بموقع العبودية ما دام حيا، وأن يكون في تصرف السلطة تفعل فيه ما تشاء، تبقي من تبقي من أبنائه، وتقتل من تقتل، وتسجن من تسجن، وتصادر مال من تشتهي، وليس لأحد الاعتراض. ومثل هذا الواقع لا ينفع معه وعد ولا عهد ما لم يحرز الحل الذي يعطي للشعب اعتباره ويعترف له بحقوقه ويبوئه موقعه وينهي مأساته ويحمي حقه وكلمته، ويكفيه من مضاعفة تضحياته وآلامه ومتاعبه بين الحين والحين والفينة والفينة في جولات متكررة من المطالبة الساخنة بالحقوق والمقاومة من أجل تصحيح الوضع والخروج من مأزق الفساد الذي تتعاظم موجاته وتغرق هذا الوطن من فعل السياسات الظالمة. الأمن المفقود. البحرين اليوم بلد مفقود فيه الأمن. المواطن فيه ذكرا كان أو أنثى غير آمن على نفسه وعرضه وماله، لا في شارع ولا في زقاق ولا في منزله ومأواه، لا في ليل ولا في نهار. ممن يفرض فيهم حماية البلد وتوفير الأمن للكبير والصغير من للذكر والأنثى من بناته وأبنائه. وما الذنب؟
الذنب أن ضج الناس من الظلم، أن استغاثوا من السياسة الجائرة، أن طالبوا بحقوقهم وأن طالبوا بكرامتهم. أي أمن للمواطنين بعد أن يتداول الإعلام أن حجم المسروقات والنهب وصل إلى 10 ملايين دولار من أموال ومقتنيات المواطنين أثناء استباحة المنازل؟ وكم أخذ من مال الناس في الشوارع والطرقات؟ وكم هم الذين يصمتون على ما يحدث لهم من خسائر مادية ونهب خوفاً من أن يتحولوا إلى جنات في نظر السلطة لو أباحوا بما حصل لهم؟ كيف يأمن المواطنون وما تم اقتحامه من بيوت المسالمين؟ منذ بداية شهر يونيو أكثر من 170 بيتاً أكثر من 170 بيتاً ليتحول جوها إلى جو مرعب للكبير والصغير، لا تبقى فيه حرمة لذكر ولا أنثى ولا لمال ولا عرض ولا شرف ودين. وقد تمنع المرأة وهي بلباس النوم أن تستر نفسها كما يشير إليه تقرير بسيوني. الوضع لم يبق أمنا للمواطنين، وصار الناس يستشعرون بالاستهداف العام الذي يلاحقهم ليلا ونهارا من حكومة يقضي واجبها الديني والإنساني والعرفي والدستوري والقانون بحراسة الجميع وحمايتهم، والرجوع إلى القانون الذي وضعته بيدها على الأقل مع عدم عدالته، حتى مع من يخالف هواها ويغضبها أن أنكر الظلم وطالب بالحق والعدل وضاق بقفص العبودية واشتد توقه لفضاء الحرية. وكم من تالي للقرآن والقرآن يلعنه، وكم من حافظ للقرآن والقرآن حجة عليه، وكم من باذل في طباعة القرآن من حلال أو حرام والقرآن يعاديه وهو أعدى أعداء القرآن، وكم من متغن بالقرآن لمعاشه أو شهرته. وأشد ما ترتبط به مرحلة العمل بالقرآن الكريم فهم معانيه ومداليله. وكيف يعمل بالقرآن من لا يفهمه؟ وفهم القرآن له سطوح ومستويات وأعماق متفاوتة، وينبغي أن يبدأ فهم القرآن عند الأجيال مبكرا وفي بدايات نشوئها. مجالس التلاوة في شهر رمضان المبارك يجب أن تغنى بمادة من فهم القرآن، من الوقوف على بعض آيات القرآن وقفة تأملية دارسة. ويمكن أن يعتمد تفسير ميسر لاستفادة بعض المستويات وتفسير معمق لمستويات أكثر تقدما. ينبغي أن نتقدم خطوة في التعامل الهادف الذي يعطي القرآن شيئا من حقه لنواصل معه الطريق لبناء الحياة، فلنضف إلى مرحلة التلاوة وتجويدها مرحلة العلم بالقرآن ومرحلة العمل به.